السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، السيدات والسادة، الحضور الكريم، أرحب بحضراتكم مجدداً في فعاليات المؤتمر الطبي الإفريقي الأول أفريكا هيلث إكسكون. نستألف الآن الجلسة الحوارية نحو نظم صحية مرنة ومستدامة في إفريقيا. في الفقرة الثانية من هذه الجلسة يتحاور الأستاذ الدكتور تامر محمد عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور أحمد أومة القائم بأعمال مدير الوكالة الإفريقية لمكافحة الأمراض والأوبئة، دكتورة ماريا أنجيلا باتيستا سيماو مساعد مدير عام منظمة الصحة العالمية لإتاحة الأدوية والمنتجات الصحية، دكتور رافي أودايا بشكار المدير العام لشركة فارمكسيل، ويدير هذه الجلسة أيضاً الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان. أستاذ سيادتك فضل فيك. السؤال الأول للدكتورة ماريا أنجيلا سيماو، وهي المساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون الحصول على الأدوية. ما هي رؤية منظمة الصحة العالمية لضمان المساواة في الحصول على الأدوية واللقاحات؟ وما هي الفرص الحالية التي يجب على البلدان استغلالها لتجنب أي تأثر مستقبلي لسلاسل توريد الأدوية بالنظر إلى التحديات العالمية الحالية؟ تفضل. Thank you very much. Let me first compliment. شكرا جزيلا. أود أولا أن أعبر عن سعادتي أن أكون مع فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. سعيدة أن أكون وسطكم. في الفعل هو سؤال هام جدا، لأن جائحة كورونا بيّنت لنا أهمية أن نقوم بتنويع قدراتنا الصحية، لأن القدرات الصحية فيما يخص بعض الأدوية والعلاجات متمركزة في بعض المجالات فقط. و ما أود أن أقول له في هذا المنتدى، فقد قامت مصر بجهود ريادية في هذا البرنامج، والهام أولا هو أن أقوم بعمل أنماط إقليمية لتبين ماذا حدث على مستوى القدرات وتنميتها في قارتنا. ثانيا تعزيز التكنولوجيا فيما يخص الجائحة. لدينا أمثال لجائحات مستقبلة، ولكنها يمكنها أن تساعدنا لكي نواجه أمراض أخرى مثل الملاريا والإيدز وغيرها. إذن اسمح لي أن أتحدث عن سؤالك فيما يخص الفرص والمستقبل. لدينا تحديات ليست مشاكل لكنها فرص. تعزيز التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا كما تتحدث منظمة الصحة العالمية، ومصر يمكنها أن تقوم بهذا الدور مع 5 بلاد أفريقية أخرى. كيف نوطد استخدام الشراكة، شراكة القطاع العام والخاص؟ ونعلم أن البعض لم يشأ أن يشارك بالخبرات التكنولوجية، هذا معلوم. كذلك تعزيز التدريب في مجال التكنولوجيا الحيوية كما هي موجودة في كوريا الجنوبية. نقطة أخرى أهم هي تعزيز القدرات التنظيمية، فبدونها لا يوجد إمكانية للتعزيز التوزيع على مستوى الوطني وما بين البلدان وكذلك على مستوى الدولي. إذن
لقد حققنا إنجازا كبيرا في مجال اللقاح مع منظمة الصحة العالمية، ويوجد عدة بلدان نجحوا في عملية التسويق، وهناك أربع بلدان أخرى قد اقتربوا كثيرا من تحقيق إنجاز التسويق. إذن نحتاج إلى الإنتاج المحلي وكذلك تعزيز النظم التنظيمية. أحيانا وهذا هو الأمر السهل، ولكن إنشاء الهياكل أو المباني أو الخدمات سهل، ولكن أن نجعلها مستدامة فهذا هو الأمر الصعب. وثم حينما نصل إلى مستوى الإنتاج علينا أن نتساءل من الذي سيشتري في المستقبل. نحتاج إلى مستوى قيادي عالي، ونحتاج إلى تعزيز عناصر أمان الإمداد. وشكرا جزيلا. دكتور أحمد أجويل أوما، وهو نائب مدير المركز الإقليمي لمكافحة الأمراض الأفريكان CDC. سؤالي الموجه إلى سيادته هو: من وجهة نظرك ما هي الفرص التي يجب أن تستفيد منها الدول الأعضاء خلال الفترة المقبلة من خلال هذه المنظمة لتعزيز الأنظمة الصحية، وما هو الدور الذي سيلعبه المركز ما بعد بجائحة كورونا لمواصلة دعم الأنظمة الصحية في هذا المجال؟ تفضل. Thank you. شكراً. شكراً صاحب المعالي. تحياتي إلى فخامة السيد الرئيس جمهورية مصر العربية أستاذ عبد الفتاح السيسي ونائب رئيس زيمبابوي، أصحاب المعالي والسعادة سيدات والسادة. أود أن أشارك معكم درسين تعلمناه خلال هذه الجائحة. الأول أنه حينما يكون هناك مشكلة كبيرة عبر العالم فإن أفريقيا تقف دائما وحدها، أفريقيا تقف لوحدها. والدرس الثاني الذي تعلمناه في هذه الجائحة أنه حينما تجتمع أفريقيا معا فأمور كثيرة جيدا تحدث. ففي عام 2020 رؤساء الدول ومنهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمعوا معنا فيما كيف يمكننا أن نواجه هذه الجائحة. فحينما يأتي قادة أفريقيا معا فيتبعهم بعد ذلك الفرق الفنية وبعد ذلك كل الفرق التي تعمل معا. نحتاج أن نجلبهم، نجلب الشركات معنا، ونتعلم أيضا أنه من خلال كل أزمة فإن هناك فرص تتولد. وأقترح أن لدينا فرص في أربع مجالات. أولا نحتاج إلى تعزيز هيئاتنا الأفريقية على مستوى القاري، كل أنواع المؤسسات التي تعالج أمور الصحة العامة، وسواء على مستوى البلدان. وصاحب نتمنى صاحب المعالي أن تأتي وتشاهد ما نفعله لدينا. الأمر الثاني هو تعزيز قدرات جميع الهيكل العامل. نحتاج إلى تدريب كل طاقم العمل ووضع كل شخص في مكان الصحيح، وبحيث تكون لدينا فكرة واضحة حينما تبدأ مشكلة صغيرة كيف ستتطور ونكون في جاهزية كاملة. ثالثا أن نعزز قدراتنا
في مجال التصنيع. كان أمرا فعلا مزعجا جدا في بداية هذه الجائحة أنه ليس لدينا القدرة لكي نمنح الموارد لشعوبنا، وظهر هذا حينما بدأت تأتي اللقاحات. نحتاج أن نبني كل البنية التحتية لهذا، ولكن نحتاج أيضا إلى تعزيز الشراكات، الشراكات بين القطاع العام والخاص، الحكومي والخاص، أن نتعلم أن نعمل معا. وبعد ذلك يمكننا أن ندعو بعد ذلك أصدقائنا من خارج أفريقيا. وقد عبر فخامة الرئيس عن المساندة في مجال مواجهة التهاب الكبد الوبائي عبر أفريقيا، ونحن نستفيد من خبرة مصر من أجل إعادة هذه التجربة في الدول الأفريقية المختلفة، ونحن مستعدون وبحيث نكون مستعدين حينما نحتاج إلى هذا. شكرا. دكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، أصبح دور الهيئات الرقابية المحلية والدولية واضح جدا خلال السنوات القليلة الماضية، خصوصا مع التطور في صناعة الأدوية واللقاحات والتقدم المستقبلي الذي يمكن أن نتوقعه في هذا القطاع الهام. من وجهة نظر سيادتك، إزاي الهيئة ممكن أن تلعب دورا محفزا في إنتاج الأدوية، وكيف لهذه الهيئات أن تحافظ على التوازن بين الدعم والرقابة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس، وبشكر حضراتكم على هذا الجمع الكبير من أشقائنا في القارة الأفريقية، وزي ما فخامة الرئيس دايما علمنا لما نتكلم بمحققات وأرقام، فهستأذن حضراتكم إن احنا عايزين نعرض بعض السلايدز اللي توضح كيف قامت الدولة المصرية بعناوين واضحة جدا، التخطيط ووجود رؤية واضحة لامتلاك قدرات حقيقية. لما بنتكلم على رؤية مصر 2030 والجمهورية الجديدة، ده كان نتيجة وجود رؤية واضحة وإرادة فولادية زي ما بيتقال دايما عن قيادتنا السياسية، لوجود امتلاك قدرات حقيقية. ده تم من خلال أدوات عدة للدولة المصرية، كان أهمها العمل المؤسسي والاستثمار الجاد. كان من أهم محققات الدولة المصرية نتيجة هذا العمل المؤسسي هو الاعتراف الدولي لهيئة الدواء المصرية من خلال منظمة الصحة العالمية في مارس الماضي، نموذج أو اللي هو مستوى النضج الثالث، وده وسام كبير بيحطه إحنا كهيئة الدواء على صدرنا، وبيحط هيئة الدواء في المكان التي تليق باسم جمهورية مصر العربية. الحمد لله ده تم في خلال عامين فقط من إنشاء الهيئة، وأعتقد أن كل المحافل الدولية فخورة وسعيدة وفي نفس الوقت مستغربة إزاي ده تم، ولكن هذا هو مقياس الوقت اللي إحنا تعودنا عليه في جمهوريتنا الجديدة. المحقق الثاني هي التقارير الإيجابية جدا الحمد لله طالعة من كل المؤسسات الدولية والعاملين في سوق الدواء العالمي عن قطاع الدواء والصناعة الدوائية المصرية. لما نبتدي نشوف بالأرقام الحمد لله فضل من عند رب العالمين، إن إحنا 2015-2016 كان حجم سوق الدواء المصري 62 مليار جنيه، وأصبح الآن 2020-2021 149 مليار جنيه. 2015 كان ترتيب سوق الدواء المصري 47 عالميا، دلوقتي الحمد لله قطاع الدواء في 2020 أصبح 29، والمتوقع عليه في 2025 أنه يكون 24. ولكن إحنا إن شاء الله مع شركائنا من الصناع المحليين عندنا تحدي أن مصر في 2025 لازم تكون من ضمن 20 الكبار في العالم. ده بإذن الله يتحقق، وهذا هو وعد إن شاء الله ننفذه. لما نبص على تصنيفنا حتى في الدوائر العالمية كصناعة دوائية، لا الحمد لله إحنا من ضمن الدول اللي بتصنف عندها صناعة دوائية قوية على غرار دول زي الصين والهند. مصر الحمد لله قدم بقدم وساق بساق في هذا الصدد، وبالعكس إحنا الحمد لله معدلاتنا إيجابية يمكن أكتر من عديد من الدول الحمد لله. عايز أدي لحضراتكم بالأرقام بعض النماذج هي ليه الدولة استثمرت ودعمت بجدية الاستثمار الجاد، لأن لو ده ما حصلش كنا هنواجه أزمات كتير، وكانت الفاتورة الاستيرادية اللي هنتحملها ضخمة جدا. أول مثال هو النموذج اللي بنفتخر به، هو نجاح مبادرة فخامة الرئيس 100 مليون صحة وعلاج أكثر من 2.2 مليون إنسان. أهم أداة من الأدوات اللي تم استخدامها لتحقيق هذا الإنجاز
هو كان توجيه واضح من فخامة الرئيس، لازم نوطن صناعة أدوية فيروس سي في جمهورية مصر العربية، وده تم من خلال أكثر من 10 شركات مصرية. كانت نتيجته المباشرة بمنتهى البساطة إن بفضل الله سعر العلاج للكورس للفرد وصل $50 في مقابل إنه كان ساعتها $10,000 في الدول الأخرى في العالم. ده اللي مكن الدولة المصرية إن هي تسطر هذه الملحمة وهذا الإنجاز التاريخي. لما ربنا امتحننا باختبار فيروس كورونا، الدولة المصرية الحمد لله أثبتت قدرتها وامتلاكها لهذه القدرات والتصنيع القوي، وبالتالي الحمد لله كل أدوية فيروس كورونا الحديثة اللي كانت بتظهر كان في توجيه لازم تتوطن في مصر فورا، وده اللي كان بيتم من أكتر من شركة بسبب وجود صناعة قوية. وبالأرقام خلينا نقول إن في جائحة كورونا إحنا كدولة مصرية استهلكنا 230 مليون عبوة من أدوية فيروس سي، 100% بفضل الله تعالى تصنيع محلي. تكلفة لهذه الأدوية كان 6.7 مليار جنيه. لو لم نستثمر بجدية، لو لم نمتلك صناعة حقيقية، لكانت التكلفة والفاتورة الاستيرادية لتلك المستحضرات اللي تم استخدامها في جائحة كورونا أكثر من $2 مليار. وبالتالي فضل من عند رب العالمين إحنا قدرنا نوفر هذه الفاتورة الاستيرادية وخلينا مصانعنا تشتغل، والحمد لله اشتغلنا. بس كده يا فندم؟ لا، الحمد لله عشان نمتلك القدرة وفي رؤية سياسية كانت واضحة، قدرنا في هذه الجائحة إن إحنا نصدر 44 مليون عبوة ل 77 دولة، منهم 25 دولة أفريقية بقيمة $114 مليون. ده بيوضح رؤية الدولة المصرية وإصرارها على الاستثمار الجاد لامتلاك قدرات حقيقية. مثال تاني عايزين نقوله لحضراتكم عن الرؤية والتخطيط المستقبلي هو المضادات الحيوية الحديثة. من 2015 كان استهلاكنا 2 مليون عبوة بتكلفة حوالي $28 مليون استيراد، وإحنا عارفين بسبب تخطيط الدولة المصرية إن هو ده المستقبل القادم، وبالتالي كان التوجيه فوراً لازم نوطن هذه الصناعة. وبالفعل مصر تمتلك حالياً 3 خطوط إنتاج عندها اكتفاء ذاتي 79%. لما جت المبادرات الرئاسية على رأسها قوائم الانتظار ونهو قوائم الانتظار، احتياجنا من هذه المستحضرات زاد جداً تقريباً 3 أضعاف. كان ولو ثبتنا كل حاجة ما حسبناش أي زيادات عالمية، الفاتورة الاستيرادية قد تصل إلى $90 مليون. بفضل التوجيه من القيادة السياسية والرغبة في امتلاك القدرة، إحنا قدرنا نحقق التوطين وقدرنا نوفر أكثر من $70 مليون سنوياً بفضل الله تعالى. مثال تاني عايزين نوضحه لحضراتكم إن الدولة المصرية لا تخفل عن أي حاجة حتى لو كانت صغيرة. 2015 كان استيرادنا من مستحضرات اسمها قطرات العيون الأحادية كان تقريباً $3 مليون. المفروض إن ده رقم ضئيل مش أي الدول تاخد بالها منه، ولكن كان توجيه فخامة الرئيس لينا اوعوا تسيبوا أي حاجة حتى لو كانت صغيرة. وبالفعل كنا عارفين إن المستقبل القادم لهذه الصناعة بدأنا نوطنها، وبقى عندنا أكبر 4 خطوط إنتاج في الشرق الأوسط لمثل هذه المستحضرات بنسبة اكتفاء ذاتي 95%. لما زاد احتياجنا أو زاد استهلاكنا 20 ضعف في 2021 2022، مبقاش عندنا مشكلة وقدرنا نوفر أكتر من $50 مليون سنويا. الجزء الثاني اللي حابب أوضحه هو الشراكة والتكامل، كان عنوان الدولة المصرية في التخطيط وامتلاك القدرات وخاصة مع القطاع الخاص وامتلاك القدرات. وأكبر دليل بالأرقام إن إحنا في 2015-16 عدد مصانعنا كان 130، حالياً بفضل الله تعالى إحنا 170 مصنع. عدد خطوط الإنتاج في 2015-16 كان 500 خط إنتاج، دلوقتي إحنا نمتلك 700 خط إنتاج بزيادة 200 خط إنتاج. والجدير بالذكر إن 200 خط إنتاج اللي تم إضافتهم هي خطوط متخصصة وعالية الجودة وعالية الدقة والتقنية. آخر مثال بس حابب أقوله لحضراتكم كان إبراز أهمية توجيه القيادة السياسية لإنشاء مدينة الدواء. مش إن إحنا بنعملها ومش الهدف كان بس تعميق الأمن الدوائي القومي، ولكن ده بلغة الاستثمار كان بيدي جذب للاستثمار الآمن للمستثمر الأجنبي أو المستثمر المحلي. ليه يا فندم؟ عشان في لغة البيزنس المفروض إن في كابيتال انفستمنت، كل ما المستثمر بيبقى جاي حاسس إنه هيصرف فلوس كتير على الكابيتال انفستمنت ده، معدل الاسترداد لهذا الاستثمار بيبقى شوية طويل. وجود بنية تحتية ومدينة على أعلى مستوى زي مدينة الدواء بقى بيسهل على المستثمرين هذا التفكير، وبالتالي عائد الاستثمار بتاعه بقى أسهل بكتير. ده اللي خلى كبريات الشركات العالمية الحمد لله تيجي وتبتدي تستثمر، وبالفعل في شركتين عملوا عقد شراكة مع مدينة الدواء المصرية اللي احنا بنفتخر بيها. فخامة الرئيس
بشكر حضرتك على الفرصة، على الدعم، على التوجيه، وزي ما حضرتك بتوجهنا دايما كل المحققات الدولة المصرية دايما موجودة في خدمة الأشقاء في القارة الأفريقية، وما قدمناش غير اللي احنا تعلمناه من حياتك ان احنا نشتغل ونشتغل ونشتغل، واحنا بنشتغل ندعي ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا قد المسؤولية ويبيض وشوشنا جميعا ان شاء الله. شكرا يا فندم. ايوه اخيرا وليس اخيرا دكتور رافي باسكار، سؤالي وهو ممثل لشركة فارماكسيل، كيف يمكن للشراكة بين الحكومات وشركات الأدوية تحقق الأمن الصحي للدول؟ أم أن العلاقة بين الشركات والحكومات ستبقى علاقة بائع ومشتري فقط؟ تفضل. Thank you very much. شكرا جزيلا فخامة السيد الرئيس، أصحاب المعالي، السيدات والسادة، إنه شرف كبير لي أن أكون جزءا من هذه المناقشات، وأنا ممتن جدا لUPA ولمجلس الصادرات الأدوية الهندي الذي أتاح لي هذه الفرصة لكي أكون معكم. السؤال هو ما هي أهداف البلدان وما هي أهداف الشركات لكي تمنح القدرة على الوصول على الأدوية وإتاحة تواجد هذه الأدوية وتوفيرها. إذن إذا كنت تتيح فرصة أدوية متوفرة فهذا يمنح الفرصة للبلدان أن يكون لديها منظومة صحية ذات معنى، بحيث تعمل الحكومات مع الصناعة الدوائية وتأخذ قرارات تسمح لها بالتقدم في دورها من أجل خدمة المنظومة الصحية. وكمثال لدينا مثال الهند، كانت دولة تقوم تستورد في الثمانينات والآن نحن دولة مصدرة للأدوية أكثر من 50 مليار دولار في مجال الصادرات. إذن حدث هذا ليس في ليلة واحدة وضحاها، ولكن هناك طريق، ونحتاج إلى قرارات وسياسات واستراتيجية من الحكومة لكي تعالج هذه الأمور والتصدي لها. مثلا العلاقة بين الحكومة والشركات، كيف يمكننا أن نصل إلى نتائج إيجابية في أثناء الجائحة؟ فقد قامت الحكومة الهندية بمساندة مجال الصناعي للأمصال مع المعاهد الوطنية، مثلا معهد الفيروسات الوطني. وإذا توجد حاجة إلى إيجاد تنسيق بين هذه الهيئات المختلفة، وهذا هو ما ينقصنا لديكم، وينقص أيضا لدينا، نحتاج أن نتقدم فيه أكثر وأكثر. نحن واجهنا وضعا غير متوقع لم نكن نتوقعه في أثناء الجائحة. نعم، الهند أيضا واجهت هذا الوضع، وكان هناك هذا التحدي لصناعة لقاح هندي في وقت قصير، وشاهدنا كيف أن أمريكا ساعدت هذا القطاع الصناعي لديها. إذن نحتاج أن نركز
والحكومة الهندية قامت بمنح الحوافز في هذا المجال من أجل رفع القدرات. فخلال هذه الفوضى التي حدثت في أثناء الجائحة فكان أن الوقت قصير جدا، وأنا أشكركم وأود أن أشكر فخامة الرئيس وفخامة نائب الرئيس واليو بي اي التي منحتني هذه الفرصة، وأيضا المجلس الهندي للصناعة الدوائية، وأود أن أشكر هيئتكم في مصر، وأشكركم من أجل هذا المحفل وهذا المؤتمر. والآن وقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة النقاشية، فأدعو سيادة الرئيس إذا كان هناك أي تعليق فضل.